نستضيف من خلال هذه المكالمة الهاتفية شيخ فرحات اللي دائما ما يطلع عليكم عبر الشاشة. اليوم راه معنا عبر الهاتف لأنه يوم الجمعة وراه ربما هو حتى في داره ولا راح يزور الأهل والأقارب دياله. ونقولوا صباح الأنوار شيخ فرحات. صباح النور يوسف والفرقة اللي راهي معك. شكرا لك يا شيخ. بداية قبل ما نروح إلى أوضاع الجوية المرتقبة بإذن الله لنهار اليوم، وين راك اليوم؟ راك غايب علينا في المؤسسة. راني في جبال جرجرة، في بالضبط بين منطقة توجة ومنطقة بجاية وإعكورن، بدو الجوية الحال راه شباب اليوم على هذه المنطقة. فيما يخص يوسف الجو اللي راح ننتظروه نهار اليوم إن شاء الله، أو من تبدأ تغيم الحالة ابتداء من الظاهرة إن شاء الله، خاصة على الغرب الجزائري، تقول ولاية تلمسان وهران عين كيبوشان، تمونتم بالعقل بأقل تلحق حتى بعد المناطق الشرق العاصمة كعين الدفلة وأيضا مستخانم، ويوم جي تكون متبوعة بعد الأمطار. بينما على شرق البلاد يبقى الحال عموما شباب على هذه المناطق الشرقية مع درجة الحرارة شوية مرتفعة المعدل. الجنوب الكبير بدون تغيير الحال شباب، باستثناء الحرارة اللي تكون إن شاء الله في المعدل الفصلي تاعها، لأنها نرتقب بأعلى مقياس في منطقة عيد أزوة وعين قزام وتيمياوين، هنا الحرارة تقريب من 37 إلى 38 درجة مئوية. أما الشمال الحرارة تكون في المعدل الفصلي تاعها، لأنها يكون فيه تغيير ابتداء من هذه الليلة كما تكلمت على غرب البلاد، وخلال اليومات اللي هم جايين السبت وخاصة يوم السبت، وين إن شاء الله نرتقب أمطار على معظم المناطق الشمالية تاع البلاد، أمطار رعدية اللي تكون متبوعة ببعد الخلايا الرعدية، وهذه الخلايا الرعدية هي اللي تخدي باش الأمطار تكون لاباس بها إن شاء الله. وكذلك حاجة تانية هي الانخفاض في درجة الحرارة خلال هذا الأسبوع إن شاء الله، أسبوع خريف، أسبوع تاع خير، وأسبوع تاع رياء، وأسبوع تاع خاصة البحر اللي ابتداء بدار الغد سيكون مضطرب على طول الشريط الساحلي. هذا باش اللي مارسوا الملاحة والصيد البحري يعرفوا الوضعية الجوية خاصة على سواحل البحر الأبيض المتوسط. يوسف طيب بالنسبة لغروب الشمس لنهار اليوم على قداش راح يكون تقريبا شيخ فرحات؟ غروب الشمس شوف تديبون وهنا وراني يكون خمس دقائق قبل من دوم بالعاصمة، وهو اللي في وهران كذلك، وكل من نقضوا غروب الشمس يكون جوية الستة هكذاك إن شاء الله، لأن هاليامات راهم يقصروا فهمتي، يقصروا والليالي هم يطولوا. هذا هو رغبة الخريف حتى ال 21 ديسمبر إن شاء الله، وين يكون أطول الليل وأقصر نهار السنة إن شاء الله يا ربي. ربي يعيشنا لهذاك اليوم إن شاء الله يا ربي. شيخ فرحات قبل ما تروح ونختم معك هذا المكالمة الهاتفية، حبيت نعرف ربما بما أنه رانا في أكتوبر، يعني في نهاية أكتوبر تقريبا، وكاين شح نوعا ما في تساقط الأمطار على مختلف مناطق الوطن، هل نقول أنه هذه الوضعية طبيعية ولا ما زال ما يرجع الحال على طبيعته؟ على كل حال دوك الانسان ما حد ما يقدر يقول لك بلي طبيعيه ولا غير طبيعيه. هذا تذبذب فيما يخص المناخ على مستوى العالمي، كاين مناطق في العالم اللي هم عارفين جفاف واش نقول لك عمرهم ما شابوا، كاين في مناطق في العالم راهم يعرفوا فيضانات كيما العواصف اللي قاسوا الولايات المتحده الامريكيه والمكسيك وكوبا وايضا عده دول تاع الكاريب، اللي عطات قوة رياح اللي عمرهم ما شافوها وكمية أمطار قوية. هذا الدوك هذا كاع تفاعلات تاع الإنسان مع البرودية، لا احترام البيئة، لا احترام المقاييس اللي لازم تمشوا عليهم. إن شاء الله نقدر نقولوا باللي هذا العام إن شاء الله إن شاء الله على حسب بعد الدراسات يكون عندنا موسم تاع أمطار على مستوى بلادنا، موسم كما لازم الحال إن شاء الله، لأن كشفت الأمطار اللي صبت على منطقة الثورة والهضاب العليا الغربي اللي عنده أسبوعين، وكانت الحمد لله خيرات كبيرة، كانت فيها خسائر مادية وبشرية على كل حال، دي لأنها لأن الناس ما احترمت شوية الطبيعة، لأنها طبيعة تطلب باش يحترموها. وحنا لازم نحترموا الطبيعة، خاطش بلا طبيعة ما نحترموهاش تضرنا بزاف، وهنا نضروا بالطبيعة.
شكرا لك شيخ فرحات على هذه المداخلة الهاتفية. يوم موفق وعطلة نهاية أسبوع مريحة بحول الله. قلت لك درس على البيئة، واش عليه يا أخي؟ أكيد البيئة، خاصة أنه اليوم بلدية الجزائر العاصمة شيخ فرحات راهي تنظم يوم بدون سيارة في إطار دائما حملاتها التوعوية والتحسيسية من أجل بيئة نظيفة. وأمال لاكل راح تكون في بث مباشر من الجزائر العاصمة على أو بخصوص هذا اليوم. مشكور أنك أيضا أشرت إلى البيئة اللي لازم نحترمها ككل. نعم نعم، الجزائر بدون سيارة الحمد لله، لأن هذه المبادرة عندها تقريبا 10 سنوات، وعند الدول طلبت باش تدير هذه العواصم تاعها بدون سيارة، والحمد لله الجزائر كانت سباقة في هذا الميدان تاع الجزائر بدون سيارة. الحمد لله. واليوم كاميرا الشروق مورنينغ راح تكون حاضرة في هذا اليوم، وننقل للمشاهدين الأكارم الصور للجزائر بدون سيارة، أو الجزائر العاصمة بدون سيارة. شكرا لك مرة أخرى شيخ فرحات على هذا المداخلة الجد قيمة. شكرا.